بالنسبة لأبوي أنا ذراع اليمين، بالنسبة لأمي أنا حبها مهما ثرت الجدل، وبالنسبة لبنتي أنا مصدر قوتها في الحياة. أما بالنسبة لي فهم مصدر إلهامي الدائم، ما حسسوني أبداً إني ما أقدر، هالشيء اللي شجعني كل يوم. وحق كل من يسمعني مثل وايد ناس، أنا مجرد بنت تلعب بالكرة، لكن لما أكون بملعبي أقوى أكثر وصعب أنهزم. أنا فاطمة رياض، أول مدربة لفريق كرة سلة الرجال على مستوى الخليج. المستحيل ليس خيالاً.